السلام عليكم. اليوم في مطبخ مهيدي ان شاء الله راح نديرو دي مادلين محشوين لداخل بالمربى بالمعجون. ها هو امامنا هذا المربى. المادلين مناح بزاف اللون ديال الاطفال ولا الدراري صغار ولا القهوه تاع العصر تاع العشيه. واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ نحتاج علبه تاع ياغورت اي ذوق حبيتيه، نفس العلبه نقيسو علبه تاع السكر، علبه تاع الزيت، ثلاث حبيبات تاع البيض، شويه تاع لافاني، وثلث علب تاع الفارينة، وكيس تاع خميرة الحلوى وزن 10 غرام. نبدأ بالطريقة مباشرة. إذا ندير البيض تاعي، يعني دائما نحب نعطيكم وصفات تكون سهلة بسيطة سريعة، خاصة المرأة العاملة، حتى المرأة اللي قاعدة في الدار وعلاش لا، نسهلوا عليها. ندير معاهم العلبة تاع الياغورت، نزيد معها علبة تاع السكر، اذا نعبروا. والفرن تاعي راني شعلته على 180 درجة، يعني شعلته قبل ما نبدا نخدم. نخلط مع بعض، ندير معهم شوية تاع لافاني، نخلطهم مليح. اذا هنا بعد ما خلطتهم حوالي دقيقه، نزيد عليهم علبه تاع الزيت، اذا نخلطهم مليح. من بعد واش ندير؟ ندير عليهم فلفل علب تاع الفارينه، اذا هذه العلبه الاولى، نزيد العلبة الثانية، نزيد العلبة الثالثة، نزيد معاهم كيس تاع خميرة الحلوى. دائما نغربلوها لأنه أحيانا تجي ملدية. نعاونها بالمغلقة. هذه المرة طحت فيها، يعني وانا كالعادة يعني نشري، كي نشري الخميرة تاع الحلوى يعني نشري 10، ونخلطهم مليح حتى يولينا الخليط يعني ليس، وما لازمش تكثري التخلاط تاع الفارينة في اي كيكة لانه مش راح تجيك خفيفة، يعني غير ولي الخليط ليس نحبسه. ها هو خليط معنا واجد، هنا نحبس. اذا هنا عندي امول انا تاع لي مادلين، نبدا ندير فيه لي كيسات التوعي، ونبدا نعمر غير بشويه، يعني هاد الكميه راح ندلك 12 حبه، نعمر حتى نكملهم كامل، يعني نجرب كيفاش نعمرهم كامل. نفس الشيء يعني هنا عمرتها شويه، لكن من بعد نعاود نرجع ليها باش نزيد لها شويه باش يجوني كامل نفس الحجم. وهذا النوع تاع لي مادلين ما يجوش طالعين بزاف للفوق، يعني لانهم يجوا محشوين بالمربى. اذا هنا من بعد ما عمرت كامل يعني حوالي ثلث ارباع تاع الكيسات، واش ندير؟ نحكم من المربى وندير الكميه اللي حبيتيها في الوسط. هنا المفهوم، هنا كاين واش يديروا، كاين اللي يديروا المربى ويزيدوا فوقها العجين، نقول لكم لا، لانه المربى راح يهبط لك كامل في القاع، مش حتسيبيه في الوسط. لكن بهذه الطريقه كي تبدا تطيب المادلين تاعك راح يدخل يعني في الوسط، ما تصيبيهش على الوجه. اذا راح نكمل حبيبه التوعي كامل وندخلهم الفرن على 180 درجه اللي شعلتهم من قبل حتى يطيب لنا، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هما لي مادلين تاعي بعد ما طابوا، ها هما امامنا. شوفوا هنا المربى كما قلت لكم راح يهبط للوسط، ما حش يبقى على الوجه، لكن لا درتي في الوسط زدتي عليها العجينه راح تصيبي المربى لتحت كامل، مش راح يجيك في الوسط. راح نفتح لكم حبيبه باش تشوفوا فقط كيفاش يجينا. بسم الله، مع الطريقه
ونفتحه. ها هو المربى تاعنا. نتمنى انكم تجربوا الطريقه وينال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.